السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، سنة سعيدة علينا وعليكم، مصيف سعيد ان شاء الله. النهاردة بمشيئة الله احنا في شاطئ المروة في القبيل. عجبني المدخل بتاع البوابة، فقلت نعمل فيديو نمسي عليكم من المكان ده ان شاء الله. هو تقريبا كده الشط من غير رسمة فوق، بيدفعوا تقريبا 100 جنيه في الشمسية وثلاث كراسي. في كافيه ظريف هنا احتمال نقعد فيه او نقعد الحاجة امي فيه وانا ننزل الايه البحر. طبعا مالديف مصر يا جماعة، المية شوفوا المية عاملة ازاي، سبحان الله. الشط جميل وعليه اقبال. خليكم معانا نغير لكم الكاميرا. طبعا الجروب بتاعي اللي هو هناك ده كافيه ظريف اهو ان شاء الله. انا قعدت يا جماعه في الكافيه الظريف ده، والله اسعاره جميله. يعني هو عنده زردة شاي اربع افراد او خمس افراد ب25 جنيه، الكنزات هنا ب10 جنيه، حلو والله ب10 جنيه، القهوه 15. مكان ظريف جدا وقريب من البحر. ناخد الكافيه بتاعي، شفت امي وبعد كده ايه هننزل البحر وبتاع. مكان جميل والله. طبعا احلى تحيه يا جماعه، انا حابب بس نعيشكم معايا اللحظات دي عشان ما يبقاش فيه انقطاع بس بينا وبين بعض. احلى صيادين رحاله. حاولنا طبعا نصطاد النهارده بس ربنا ما قرتش، كان في بطاطا كتيره خالص، طلعنا سمك يعني وما ينفعش يتصور معاه. احلى مالديف مصر، احلى ناس. طبعا في ملعب كوره، في برضو ملعب طايرة. شوية ألعاب بسيطة للأولاد. أيوة مستر، ملعب طايرة. والله مكان جميل يا جماعة، اقتصادي. الشمسية بالخمس كراسي ب100 جنيه. طبعا المايه بتاعت زمان اهي، والبحر شادد سنه. يا مسهل، خلي الصيادين تسترزق. في برضه نظام قعدات كده اهي، خيام تقريبا ب150 جنيه. دي البحر بتاع زمان بس ايه، مياه معدنية. هجوم هجوم زوار مطروح على شاطئ المروة بالقبيل. روعة روعة اخواتي وحبايبي. انا مش حابب نطول عليكم،
النهاردة دي رحلتي في شاطئ المروة في القبيل. اتمنى يا رب ان انا بنكون بنقدم لكم معلومة كويسة او ثقافة معينة ثقافة المكان واسعاره. متنسوش طبعا تدعمونا بلايك وتشتركوا عندنا في القناة. تحياتي ليكم، اخوكم سامح الفوالقة من مدينة مطروح شاطئ المروة بالقبيل.